السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مرة أخرى مع تغطيتنا الحصرية من مؤتمر IDF 2012 مع حاسب NEC والشركة اليابانية المشهورة بتصنيع الشاشات تصنع كمبيوترات. فعندنا الحاسب حقهم اللي يعمل بمعالج انتل i7 طبعا اخر الثيرد جنريشن. الحاسب طبعا مواصفاته 4 جيجا رام، سرعة المعالج تقريبا هي 1.9 جيجا هيرتز، وطبعا يعمل بانتل انتجريتد جي بي يو اللي هي انتل اتش دي جرافيكس 4000 زي ما انتم شايفين. طبعا هي ايضا بال 2 جيجا بايت على حسب مكتوب، اللابتوب طبعا ياباني زي ما انتم شايفين، فماني قادر حتى اعرف بعض الكلمات، ابغى اتعلم ياباني. المهم احنا بنشوف مواصفات الجهاز بشكل سريع. هذا شكل الجهاز، الجهاز طبعا خفيف جدا 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 جدا. شايفين هنا المنافذ USB عادي طبعا، USB 3 و HDMI ومنفذ طاقة وأيضا منفذ للصوت. هنا منفذ SD كارد. هذا تقريبا كل شيء عن الجهاز. كما تنفذ مسين زين الجهاز حقه مع السلامة.